وده تسبب لنا أزمة بالوقود. هنا يشرح محافظ نينوى نجم الجبوري أسباب أزمة الوقود المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر في المدينة. للأسف أكو ناس، مو أقول كلهم من كردستان، لا، أكو قسم من المواطنين المحسوبين على محافظتنا ليستخدموها للتهريب ويروحون يبيعون. لكن دائرة المنتوجات النفطية وفي المؤتمر الصحفي قالت إن الأزمة تعود إلى اعتماد سيارات كردستان على وقود نينوى بسبب فارق الأسعار في مناطق الإقليم. المشكلة الأولى والأخيرة التي تلاقينا في محافظة نينوى هي ارتفاع الأسعار ما بين المحافظات المجاورة لمحافظة نينوى. هذا ألقى بظلاله على سير العملية التجهيزية في محطات التعبئة نتيجة كثرة الوافدين ونتيجة تزاحمهم على محطات التعبئة. وعلى الرغم من وجود نحو 40 محطة وقود حكومية في نينوى وزيادة حصتهم من 2,400,000 لتر إلى 3 ملايين من البنزين يوميا، فإن عديدا منها ما زالت مغلقة وخصوصا الأهلية لأسباب غير معروفة. أخوي العزيز، المدير طلع يقول ماكو أزمة، هذول شنو ساعة واقفين؟ الله يساعد الفقير، خليه يجي يشوف. البارحة أخرب، أول البارحة أخرب، يعني اليوم حول السرة مني أنا شوي همها بمجال من هناك، شارك كله قافلة، ترفق لايت قافل، وين ما تروح قافل. وفيما تعمل حكومة نينوى على تفعيل نظام الكوبوني لتجهيز الوقود بالسعر الحكومي البالغ 450 دينارا للتر، ولأهالي نينوى حصرا ينتقد الشارع هذا القرار ويصفه بالعاجز عن مواجهة مافيات التهريب بسبب إجراءاته المعقدة، ومنها أن تكون السيارة ملكا لصاحبها شرطا لتجهيزها. قاسم الزيدي، UTV، الموصل.